السلام عليكم خوتاني، كلشي مزيان كلشي وهذا. تحياتي لكم اخوان، اليوم حلقه جديده ديال كوبر وينر سكوتر. هي هذه الاخوان غنديروا ليها بعض التعديلات في المحرك على حساب اللي وليت مشى شويه في الطريق، حيت اساس موتور سيكوند ما كيتمشاش في الطريق. هي هذه الاخوان، ومازال باقي موتور جديد، غتبقاو معنا حتى غادي نموضي فيه ولا شي لعيبه في السيلندر، نشوف واش غيركب ليه 80 ولا غيركب ليه 100. ولكن خصنا نروحو للسيلندر ديالو سيكون باش نعرفو واش شنو الجروب، واش كبير ولا صغير. تحياتي لكم اخوان، وبقاو معنا سنهبطو ليه المحرك ديالو وغادي نتعرفو حتى نتوما السر اللي كاين في الماكينه ديالو. تحياتي الاخوان، بقاو معنا سنهبطو ليه المحرك ديالو. هاي الاخوان، هبطنا ليه المحرك ديالو، بقى لنا غير نحلو السيلندر وكيلاص ونقول لكم واش الجروب كبير ولا لا. واخوان الخيط ديال الروداج ديالها راه هو هذا، دايرينو لا فلوم فلومبرياج هنا هذا الخيط. دابا نوريكم فين كيتحيد باش وليت مشى شويه في الطريق. هذا الخيط ديال الروداج واخا تركب سيفيا واخا كلشي كيبقى هذا الخيط هذا، الا ما حيدتيش الموطور ما يجريش. بقاو معنا اخوان دابا تنحلو المحرك ديالها. تحياتي. هاهي الاخوان، حيدنا لها السيلندر ديال السيكون، تنقصو المازر باقي، نركبو ليها هذا ديال 100، ها هو ديال 100 الاخوان السيكونت ديالو، شوف الفرق شحال بيناتهم، و الكيلات غادي نبجعو ونخليهم. هاهو الكوريجين ديال الايفون ديال المونتاج، الجوانب بحال لي كانو في الموطور اللولانيين. بقاو معنا الايفون تنركبو ليها السيلندر و ديرو ليها امارش. تحياتي. هاهي ناضية، بقينا غير نركبوها في الكادر الايفون، تسمعو امارش ديالها. يلا بقاو معنا الايفون. تحياتي. هاهو الايفون، الموطور كملناه، بقات لي غير واحد الغسيلة نديرو لها مارش. ها الماكينة ساقلة ناضي كنوضي. ها الخيط ديال الروداج الاخوان، شحال واحد كيسولني على الخيط الروداج ديالو، راه هو هذا كيكون في الكارطيرا ملي كيدور لامبرياج كيخليش الموطور يجري. شوفو الاخوان، هو هذا غادي تشدو قطعو بطانس ولا اي واحد غادي يدير ليه الطق ثلاث مدام. واو، تحياتي لكم الاخوان والسلام عليكم، حلقه جديده ان شاء الله. وغادي تبقاو معايا تنوريكم الغسيل اللي غادي نديرو، غسيل المحرك، غسيل ديال الفاريناج، كيما عاودتوني جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم. هاهو الاخوان كي كان، شكي ولا دابا ناضي بحال عمرو كان محلول. غسلة ناضية، وا خويا مازال باقي روداج. يلا اخوان تحياتي.